قصة شركة لبنانية ناشئة جديدة بتأكد على أهمية دعم قطاع اقتصاد المعرفة وهالنوع من الشركات اللي أيضاً أثبتت التجارب أنه للمرأة دور أساسي فيها. السينكرز بتهين عملية تواصل بين التلاميذ والأساتذة. إذا تلميذ عاوز مساعدة بمادة معينة فيه يلاقي أستاذ حسب هو شو بده، سعر location, rate, reviews. يعني ال personal, it's very personal as an experience. وأنا حبيت أرجع على لبنان بالرغم إنه كنت عايش بكندا، تركت كل شيء تأرجع أسس شركتي بلبنان لأنه بعد في هوب بلبنان. أنا امرأة وحابة أعطي example لكل اللبنانيين هون.